أهلا بكم. بعد مغادرة البابا إلى الفاتيكان، اليوم يوم آخر في لبنان حيث تستعيد الملفات والتجاذبات زخمها. ففي الحركة السياسية جلستان لمجلس الوزراء اليوم وغدا في سرايا وقصر بعبدة للبحث في تأمين الموارد المالية لسلسلة الرتب والرواتب. كما عادت ظاهرة الخطف إلى البلاد، وضحيتها اليوم المواطن يوسف بشارة شقيق نقيب أصحاب الأفران أنيس بشارة. وذكر أن الخاطفين اتصلوا بالعائلة مطالبين بفدية لإطلاق سراحه. إلى ذلك يشهد لبنان سلسلة تظاهرات ابتداء من اليوم بدعوة من حزب الله تحت شعار لبيك يا رسول الله، استنكارا للفيلم المسيء للإسلام. وفي قصر بعبدة السفير الإيراني غدا فر ركن أبادي ينفي ما تناقلته وسائل إعلام عن وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، ورئيس الجمهورية يطالب توضيح ذلك رسميا. وعلى الحدود السورية اللبنانية نفذ الطيران الحربي السوري غارتين في جرود عرسال. البداية مع خطف المواطن يوسف بشارة في منطقة بصاليم، والخاطفون يطالبون بفدية. قرابة الساعة 5 فجرا قام مجهولون بخطف يوسف بشارة. وفي المعلومات أن يوسف بشارة البالغ من العمر 83 عاما، وهو شقيق أنيس بشارة نقيب أصحاب الأفران في لبنان، يملك مطبخا في فيلته الكائنة في بلدة بصاليم. يوميا يقوم يوسف بصناعة الخبز والكعك وما شابه في مطبخه قبل إيصالها إلى أفران بشارة أخوان في منطقة أنطلياس بمساعدة امرأة تعمل لديه منذ 40 عاما تسكن بجوار الفيلا التي يملكها، وهي كانت تنتظره لاصطحابها كالعادة لتذهب معه إلى الأفران. وحسب المعلومات فهي شاهدت لحظة الخطف سيارة سوداء مفيمة قام من فيها بخطف يوسف بشارة مع سيارته البورش كايان. ما عنا نتهم حدا، لأنه ما حكينا مع حدا ولا حدا حكينا على اتصال واحد. يعني القصة بتبلش خي بينزل كل يوم بيوعى بكيرك، بينزل بين 5 و6 بيبرم على المحلات بيعمل جولة وبيرجع على البيت. يعني زلم كبير عمره 83 سنة منه صغير، وبس ما وصل على المحل ساعة 6 تلفنا على البيت انه قالوا بالعادي ما بينزل، يعني في ايام ما بينزل. تلفنا على البيت يوسف بالبيت ولا نزل؟ قال لا نزل من الساعة 5، نزل من الساعة 5 للساعة 6 ما وصل على المحل. محل بأي منطقة؟ بساحة أنطلياس. يوسف ما عنده ولا أي خلفيات، لا من قريب ولا من بعيد، ونحن وياه هون ما بنختلف على شيء، المهم يخلوا لنا خيي بالسلامة. فيلا يوسف بشارة ما زالت تعج بالوافدين من أقارب وأمنيين، والتحريات ما زالت جارية ليتم التأكد من أشرطة الكاميرات التي بجانب منزله إن كان ثمة ما يساعد في التحقيقات. أشار وزير الداخلية مروان شربل إلى أن كل التظاهرات التي ستقام بدعوة من حزب الله استنكارا للفيلم المسيء للرسول ستكون محصورة ومحددة بالوقت، وقد أخذنا علما بها. وقد أعلن شربل في حديث إذاعي عن تنسيق تام وكامل بين الحكومتين اللبنانية والتركية بموضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا، موضحا أن الحديث عن إطلاق 3 أو 5 مخطوفين في سوريا مجرد معلومات، مشددا على إصراره على إطلاق المخطوفين 10 لأنه يجب إنهاء هذا الملف. ولفت شربل إلى أن الإعلام يعرف بسفره إلى تركيا قبل نصف ساعة من حصولها إذا تمت. غارة سورية في جرود عرسال على الحدود، التفاصيل مباشرة مع الزميل رامز القاضي. رامز يعطيك العافية، تفضل، شو المعلومات؟ نعم رامز يعطيك العافية. صحيح، عند الساعة 9 صباحا غارت طائرة سورية هنا على إخراج بلدة عرسال وقصفت يعني إخراج البلدة عرسال وتحديدا في منطقة خربة داوود، وألقت يعني نحو أربعة، يعني قصفت بأربعة صواريخ في خربة داوود ومنطقة تعرف بالحليمة هنا بمحاذاة الحدود السورية في منطقة خراج بلدة عرسال. يعني هذا تطور نوعي إن صح القول بالنسبة إلى الخروقات السورية على الحدود اللبنانية. يعني أول مرة هناك قصف بالطائران، عادة ما كان يقصف إما بمدفعية أو قصف يعني
قصف المدفعيه او ان تسقط قذائف من الجانب السوري باتجاه الجانب اللبناني، ولكن هذه المره الاولى التي يعني سلاح الطيران يقصف هذه المنطقه. لا ضحايا، لم يسقط اي ضحايا، لانه اصلا منذ فتره هذه المزارع عند الجانب اللبناني بمحاذاه الحدود السوريه هجرها صح التعبير المزارعون، وهم لا يجرؤون على الاقتراب، وبالتالي لم يسقط اي ضحايا. اقتصر الامر على يعني على بعض الاضرار ببعض الغرف للمزارعين على هذه الحدود، ولم يسقط اي ضحايا. هنا الاهالي في ارسال ربما الامر اصبح يعني شبه اعتيادي، قصف القصف وسماع اصوات القذائف من الجانب السوري، وهذا الامر يعني بات ربما شبه اعتيادي. هنا الاهالي يعني يطالبون مجددا ويجددون المطالبه بأن يتدخل الجيش اللبناني لدى الجانب السوري أو أن ينتشر على الحدود منعا لتكرار هكذا أحداث. يعني هذا الصوت وهذه المناشدة كانت من جميع الأهالي أرسال ومن رئيس البلدية وغيرهم من فعاليات البلدة هنا. يعني هذا الأمر اقتصر على هذا الأمر. الآن الأجواء في أرسال هادئة، فقط تسمع بعض أصوات القذائف والاشتباكات من الداخل السوري. أما بالجانب اللبناني فيمكن الوصف الحالة رائد بأنها يعني عادت إلى الهدوء الحذر هنا على الحدود. نعم، شكرا للزميل رامز القاضي، كان معنا من منطقة جرود عرسال. التظاهرات الاحتجاجية على الفيلم المسيء للإسلام مستمرة، ومنع الفيلم في ماليزيا وبلدان أخرى على موقع اليوتيوب. استمرت التظاهرات الاحتجاجية على الفيلم المسيء للإسلام لتصل إلى شمالي غرب باكستان، حيث قتل متظاهر وجرح اثنان آخران في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، بعدما حاول المتظاهرون إضرام النار في مركزها، بينما أحرق المتظاهرون إطارات وعلما أمريكيا وأغلقوا أحد الشوارع الرئيسة أمام جامعة بيشاور. وفي منطقة كراتشي عززت الشرطة إجراءاتها الأمنية قرب القنصلية الأمريكية غداة تظاهر تظاهرات عنيفة أسفرت عن سقوط 8 جرحى على الأقل. أما في إندونيسيا فقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفرقة مئات المتظاهرين الذين احتشدوا أمام السفارة الأمريكية في جاكرتا احتجاجا أيضا على الفيلم المسيء للنبي محمد. أفغانستان هي الأخرى شهدت تظاهرة عنيفة في شوارع كابول ضد الفيلم، فاستخدم البعض أسلحة نارية فيما أضرم آخرون النار خصوصا في سيارات للشرطة بشارع يضم قوات للحلف الأطلسي والولايات المتحدة. أما في اليمن فتظاهر مئات الطلاب في جامعة صنعاء مطالبين بطرد السفير الأمريكي ومقاطعة منتجات بلاده ردا على الفيلم المسيء للإسلام، وانتهت المسيرة دون أعمال عنف خلافا لتظاهرة الخميس التي قتل خلالها 4 أشخاص كانوا يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية. ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها عبر عن غضبك واستيائك بمقاطعتك المنتجات الأمريكية، كما أصدروا بيانا يؤكد رفضهم وجود قوات تابعة لمشاة البحرية المارينز بغرض حماية السفارة الأمريكية. وكانت السفارات الغربية في أنحاء العالم الإسلامي قد استنفرت وحضت الولايات المتحدة رعاياها على تواخي الحذر بعد أيام من أعمال عنف بسبب الفيلم المسيء. وفي تطور فعلي أعلن موقع يوتيوب لتقاسم أنشطة الفيديو أنه منع في ماليزيا مشاهدة الفيلم المسيء للإسلام بعدما منعت مشاهدته في إندونيسيا والهند وليبيا ومصر وأفغانستان وباكستان. أما كندا فقرر وزير خارجيتها بعد إغلاق سفارة بلاده في الخرطوم طوال يوم الأحد تمديد هذا الإغلاق ليوم الاثنين. أما كندا فقرر وزير خارجيتها بعد إغلاق سفارة بلاده في الخرطوم طوال يوم الأحد تمديد هذا الإغلاق إلى يوم الاثنين. أهلا بكم من جديد. أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان عن ارتياحه للنجاح الذي حققته زيارة البابا بنديكتوس 16 إلى لبنان، منوها بمشاركة الرسميين والقادة الروحيين في استقباله ولقائه في القصر الجمهوري في بعبدة والاحتضان الشعبي الشامل في مختلف المراحل، ومثنيا على الجهود التي بذلت في مختلف المجالات لإنجاح هذا الحدث.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل للوضع الأمني في البلاد والتحضيرات لطرح مشروع قانون اللامركزية الإدارية على مجلس الوزراء لدرسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي. واستقبل سليمان وفدا من المطارنة المعينين حديثا في أبرشيات لبنانية واغترابية، كما اطلع من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على بعض الشؤون الإدارية المتعلقة بقوى الأمن الداخلي. وتناول رئيس الجمهورية مع السفير الإيراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي ما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود عناصر من الحرس الثوري في لبنان، حيث نفى السفير ذلك موضحا أن هذا الكلام أتى جوابا عن سؤال يتعلق بوجود عناصر الحرس الثوري الإيراني في لبنان وسوريا، وكانت إجابة قائد الحرس محمد علي جعفري تتناول الوضع السوري. وقد طلب سليمان توضيح ذلك رسميا من قبل السلطات الإيرانية المختصة ومن زوار بعبدة الصحفي إميل خوري الذي هنأه سليمان على مسيرته الطويلة وعطاءاته في العمل الصحفي قرابة 60 عاما والتي استحق وساما عليها. معلومات تفيد عن زيارة شخصية مهمة غير لبنانية لخاطفي لبنانيين في سوريا، هذه التفاصيل مباشرة عبر الهاتف مع الزميلة نوال بري طبعا عبر سكايب. نوال يعطيك العافية، ما هي آخر المعلومات؟ نعم مساء الخير، كما كانت فقط وردتنا معلومات كان هناك شخصية مهمة بالفعل كان مفترض تأتي إلى زيارة الحدود على معبر باب السلامة لتلتقي بأبو بهيمة المواجدة هناك، جديد حصلت عليها يعني ممكن تفيد بأن هذه الشخصية كان مفترض على المنابر واعلان القتال ضد النظام السوري، اذا كان من المفترض قدومه الى معبر باب السلام. جماعه ابو ابراهيم كانت تعول على زيارته ولكن شكرا للزميله نوال بري، طبعا نعتذر عن رداءة الصوت الاتي عبر المصدر. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتبر أن الفيلم المسيء للإسلام ونبيه شبيه بالإساءات والاستهدافات التي تعرضت لها القضية الفلسطينية من العدو الإسرائيلي. لقد بادرنا إلى إدانة محتويات هذا الفيلم وحذرنا من مضاعفاته والإساءة إلى رموزنا الدينية، ودعونا إلى خطوات عملية توقف تأجيج المشاعر مع إدانتنا الكاملة لردود الفعل التي انطلقت من غضب واسع إلى ممارسات تتناقض وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. واليوم نرى أنه لا بد من خطوات عملية سريعة وعمل دولي عربي جامع يجسد عمليا الإجماع على رفض هذا الفيلم وأحباط المخططات المشبوهة التي كانت وراء إنتاجه وعرضه في توقيت ملتبس. أن مثل هذه الخطوة تضع حداً لأي محاولة يمكن أن تعيد العزف على وتر الاستهداف الرموز الدينية، لأن هذه الرموز تبقى سامية مهما سعى المغرضون إلى الإساءة إليها. بعد الدعوة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله للتظاهر اليوم عند 17 احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام، أجواء هذه التحضيرات نتابعها مباشرة مع الزميل مالك شريف. مالك يعطيك العافية، كيف تجري هذه التحضيرات؟ فعليا رائد، التحضيرات تقوم أو تدور على قدم وساق هنا في الضاحية الجنوبية التي تستعد لهذه التظاهرة. هذه التظاهرة دعا إليها بالأمس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه، وهي تظاهرة للضاحية الجنوبية، لأهل الضاحية الجنوبية. الاستعدادات كما أشرت تجري على قدم وساق على اعتبار أن القرار اتخذ بشكل سريع بالأمس، وعليه حتى هذه اللحظة لا تزال الاستعدادات تكتمل. المنطقة حيث ستنطلق
تنطلق هذه التظاهرة إلى المنطقة التي ستصل إليها باتت مغلقة تماما. كل الإجراءات تبعت من محيط مسجد أو بالأحرى من محيط قاعة سيد الشهداء في أوتوستراد سيد هادي نصر الله في وسط الضاحية الجنوبية، حيث ستنطلق التظاهرة هنا حيث أنا أقف، وصولا إلى آخر هذا الشارع حيث منطقة الكفاءات. في هذه المنطقة هذه الساحة ستتوقف أو ستصل، هي النقطة النهائية لهذه التظاهرة، ستصل إلى هناك حيث سيكون تجمع الرجال، سينطلقون من مجمع سيد الشهداء، أما السيدات والنساء فسيكون الانطلاق من مسجد القائم. تظاهرتان ستنطلقان، واحدة من سيد الشهداء وأخرى من مسجد القائم، على أن تلتقيان عند منطقة الكفاءات أو ساحة الكفاءات، سيكون التجمع المركزي هناك. وحتى الساعة لم يتم التأكد من هذه المعلومة، ولكن قد يكون هناك كلمة أيضا اليوم للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. حتى الساعة عند منطقة الكفاءات ليس هناك من شاشة، ولكن منذ الآن وحتى الخامسة، يعني هناك حوالي الساعتين ساعتين والربع، هي كافية تماما لتركيب هذه الشاشة. حتى الساعة لم تركب الشاشة التي عادة يطل عبرها الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله لإلقاء كلمة، ولكن تحدثت بعض المعلومات عن احتمال أن يكون هناك كلمة للأمين العام لحزب الله أمام الحشود، ولهذه الحشود من الضاحية الجنوبية التي ستنطلق كما أشرت عند الخامسة مساء من مجمع سيد الشهداء وصولا إلى منطقة الكفاءات. رائد، من منطقة الضاحية الجنوبية كان معنا الزميل ملك شريف، شكرا جزيلا لك. إذن فقد رأى الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن الفيلم الذي يسيء إلى النبي محمد لم يسبق له مثيل، وأن السكوت عن حجم الإساءة لرسول الله هو خطر، وأن الأمة التي تسكت عن هذا تعطي رسالة إلى إسرائيل بأنه يمكنها إحراق المسجد الأقصى. ولفت السيد نصر الله إلى أنه وبسبب طريقة تعاطي القادة الروحيين والسياسيين مع هذا النوع من الأحداث، جعل غضب الشعوب العربية ينصب على سياسات الولايات المتحدة لا المسيحيين، الذين حاول البعض نسب التهم إليهم لإحداث فتنة، ومؤكدا أن هذا الأمر إيجابي وينم عن وعي القادة الروحيين والشعوب. في 16/10/2004 وقع رئيس جورج بوش قانون المعروف باسم قانون تعقب معاداة السامية عالميا. بعض الجهات لخصت، قالت أن هذا القانون يستهدف أي سلوك أو تصريح أو تلميح بالقول أو الفعل أو الصورة أو الكاريكاتور أو الرسم أو الكتابة يمس اليهود أو الصهيونية أو إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر، باعتباره تمييزاً ضد اليهود، لا سيما وأنه يساوي ما بين اليهود وإسرائيل والصهيونية. وأكثر من هيك، عملوا آليات إجرائية، شكلوا مكتب خاص في وزارة الخارجية الأمريكية معني بمراقبة تنفيذ هذا القانون على مستوى أمريكا والعالم ككل. ألا يستحق المسلمون، أمة 1,400,000,000 مسلم، أتباع ديانة سماوية عظيمة، أتباع نبي عظيم، لهم هذه المكانة، لهم هذا الحضور في أحداث العالم، أن يصدر قانون مشابه من هذا النوع؟ العمل على إصدار قرار دولي في مختلف المؤسسات الدولية وأعلى المؤسسات الدولية يجرم الإساءة إلى الأديان السماوية، بالحد الأدنى الأديان السماوية، أو بالحد الأدنى الأنبياء العظام والكبار، وبالخصوص إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الأمر ممكن وهذا أمر متاح. لما بيصدر قانون قرار دولي أو قانون دولي ملزم، على أن يكون ملزماً لكل الدول والحكومات في العالم وحاكماً حتى على القوانين الوطنية في أي دولة من دول العالم، هذا يغلق الباب. لبنان يستطيع أن يدعو إلى جلسة طارئة لجامعة الدول العربية في الحد الأدنى وزراء الخارجية، لكن يستطيع أن يطلب من العراق، وأنا أناشد أيضاً الحكومة العراقية أن تقدم على خطوة من هذا النوع. يستطيع لبنان رسمي أن يتقدم بطلب وبإجماع وطني وشعبي ورسمي وسياسي بطلب لعقد قمة إسلامية
لمنظمة التعاون الإسلامي وتبني أفكار من هذا النوع، تجريم الإساءة إلى أنبياء الله العظام وإلى الديانات السماوية والكتب السماوية. نحن بلبنان إن شاء الله يعني غدا مسيرة الضاحية. مسيرة الضاحية هي، أنا لا أقول أن الناس يعذبوا حالهم من المناطق، هي لبيروت الكبرى، يعني بيروت العاصمة، للضواحي، للضاحية الجنوبية. يجب أن يرى العالم كله الغضب في وجوهكم وفي قبضاتكم وفي الصرخات، ويجب أن يعرف العالم كله أن لهذا الرسول العظيم أتباعاً لن يسكتوا على إهانة أو مذلة مهما غلت التضحيات، وليكن النداء قوياً ومجلجلاً ومدوياً يوم الغد: لبيك يا رسول الله. إذن بعض المعلومات التي تفيد عن زيارة شخصية مهمة غير لبنانية لخاطفي اللبنانيين، التفاصيل نتابعها من جديد مع الزميلة نوال بري. نوال تفضلي. نعم، ثانيا هنا اود ان اشير الى ان هذه الشخصيه المهمه التي ذكر انها ستقوم بزياره الى الحدود التركيه السوريه او بالاحرى الى معبر باب السلامه، يعني بحسب معلومات جديده هي ليست شخصيه لبنانيه، فقد يعني حصلنا على اسم هذه الشخصيه بمعلومات خاصه منها، وهو السيد رائد صلاح، الشيخ الفلسطيني رائد صلاح، كان من المفترض قدومه غدا صباحا الى معبر باب السلامه للالتقاء بابو كريم ومجموعته على الحدود، وهو مؤسس الحركه الاسلاميه في فلسطين المحتله. يعني الشيخ رائد صلاح وهو معروف يعني بانه يعني له بانه كان من وما زال من اكثر الاشخاص المناهضين للاحتلال الاسرائيلي، وقد وهو ما كان على هو من كان على اسطول الحريه عام 2010، وقد حصل بعد ان يعني صادرت من قول الحكومه الاسرائيليه السفينه، وله يعني عده مواقف ايضا دوليه، كما انه من اكثر الاشخاص الذين وقفوا مع الثوره السوريه، وهو دائما على المنابر يعني يقوم ويدعم الشعب السوري ويقول له بان يقف في وجه نظامه. اذا هذا هو الشيخ رائد صلاح، هو الذي كان من المفترض قدومه غدا، ولكن وفي معلومات ايضا مؤكده بالجديد فقد الغيت هذه الزياره، اذ انه يحمل جواز سفر يمكن القول اسرائيلي باعتبار انه هو من فلسطيني عام 48، وبالتالي هذه ستشكل له عائقا مما ادى الى الغاء الزياره. رائد، بالنسبه لملف المطلوع على اللبنانيين وما ستؤثر عليه عدم الزياره، يعني بحسب معلوماتنا فان زيارته كانت ستكون ايجابيه بعض الشيء للملف، ومن الممكن ان كان ان يكون هناك خطوه ايجابيه من ابو ابراهيم او المجموعه الخاطفه باطلاق سراح البعض منهم. اما اليوم وبعد عدم يعني ذهابه، من الممكن وهذا احتمال بان يعني يتوقف بعض الشيء هذا الموضوع او بان تخطو خطوه الى الخلف، ولكن طبعا هذه كلها معلومات، طبعا لاننا لم نستند بعد الى من هي الجهه المفاوضه التي كانت تقوم على خط التفاوض بالنسبه لهذا الموضوع، ولكننا هنا على الحدود نحن الان، طبعا الحركه طبيعيه كما يعني كالعاده، لا شيء هنا على الحدود يشير بان هناك مخطوفين سيخرجون على الاقل اليوم، ولكننا غدا سنكون ايضا على الحدود، واليوم ايضا وسنوافيكم باي تحرك جديد على الاقل على الارض، لانه سياسيا يعني لم نستطع اكثر الوصول الى معلومات عن المفاوضات. رائع. شكرا للزميله نوال بري. لم تكفي هالهجرة فاحترقت نغم. في أزقة اللجوء وتحت هول المأساة ما يزيد مرارة التهجير، تدخل عين الحلو من شوارعها الضيقة التي لا تتسع لنازحيها من فلسطينيين وسوريين، فتصطدم بنغم التي احترقت بالحليب. ابنة سنتين من عائلة سورية نازحة وصلت إلى مخيم عين الحلو منذ حوالي الشهر، وهي تقيم مع ثلاث عائلات نازحة في أحد البيوت داخل حي الصفصاف. نغم تعرضت في ضواحي دمشق إلى حادث بعد سقوط قدر من الحليب على جسمها، ووصلت إلى لبنان بجسد مشوه بنسبة 60%. أول شيء قالوا لنا ما في أمل إنه حتى تعيش. الحمد لله يعني ضلت شهرين بالمشفى. وهن لازم تقعد 6 أشهر، بس هي لأنه في ضغط كمان بالمشفى، وشان اختصار المدة عملوا لها عمليات تطعيم، شالوا من لحمة كمان وحطوا مكان أرض الحروق الكبيرة يعني،
حاولت اني مؤسسات، حاولت الوكاله، حاولت انه بس انه يجيبوا لي لو علبه، يعني ما حدا ساعدنا. نغم التي امسى ليلها نهارا من الم الحروق المنتشره على بطنها وارجلها بحاجه الى عنايه تامه في المنزل من خلال تامين مكيف للهواء على مدار الساعه، اضافه الى دواء مده عام كامل بقيمه 4000 دولار لتتابع علاجها من الحروق، والا فان حياتها مهدده على المدى القريب. أهلا بكم من جديد. على وقع استمرار العنف والاشتباكات في سوريا، القاهرة تستضيف اجتماعا وزاريا لمجموعة الاتصال حول دمشق ومحققو الأمم المتحدة لإحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية. تشهد القاهرة اجتماعا لمجموعة الاتصال الرباعية حول سوريا التي تضم إيران ومصر وتركيا والسعودية للمرة الأولى على المستوى الوزاري. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي سيتوجه إلى العاصمة المصرية للمشاركة في هذا اللقاء، على أن يلتقي أيضا الرئيس المصري محمد مرسي. ولهذا الشأن توجه وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو إلى القاهرة على أن يلتقي الرئيس المصري محمد مرسي، الذي سبق وأن أنشئت مجموعة الاتصال بمبادرة منه في آب الماضي بهدف حل الأزمة السورية. وفي السياق نفسه يطلع المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الذي سيشارك في الاجتماع الرئيس المصري وأعضاء الرباعية، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، على نتائج زيارته إلى دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد والمعارضة وممثلي المجتمع المدني. من جهة ثانية، أوصى محققو الأمم المتحدة مجلس الأمن بإحالة ملف الانتهاكات في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وباتخاذ الإجراءات المناسبة. وأعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة باولو بينيرو إن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا شهدت مؤخرا زيادة في العدد والوتيرة. ميدانيا، أعلن التلفزيون السوري أن عناصر حراسة مركز البحوث العلمية في حي الزهراء في حلب تصدت بعدما أزارتها وحدة من القوات النظامية لمجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاعتداء على المركز وأوقعت في صفوفها خسائر فادحة. وفي حمص، اشتبكت وحدة من الجيش النظامي مع مجموعة إرهابية مسلحة في حي باب هود. قتل 7 أشخاص وأصيب 24 على الأقل بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف أحد مداخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد. من جهته، ذكر مصدر طبي في مستشفى ابن النفيس أن المستشفى استقبل جثث 7 أشخاص بينهم شرطي وعسكريان، وعالج 11 مصابا جراء الهجوم بينهم نائب. وغالبا ما يعبر هذا المدخل الذي تشرف عليه قوة من الجيش العراقي كبار المسؤولين في البلاد، بينهم الرئيس جلال طالباني، إضافة إلى كبار الموظفين الحكوميين. معلومات جديدة تكشف أن معدي الفيلم المسيء للإسلام براءة المسلمين هم من أتباع كاهن مصري قبطي مطلوب من القاعدة، وأن مصوره مخرج أفلام إباحية. معلومات وحقائق جديدة بدأت تتكشف حول حقيقة الفيلم الأمريكي المسيء للإسلام براءة المسلمين، الذي أثار سخط العالمين العربي والإسلامي، وأبرزها أن الفيلم عبارة عن شريط فيديو وضيع أنتجه القبطي المصري المقيم في لوس أنجلوس نقولة باسيل نقولة 55 عاما، صاحب السوابق العديدة والمتهم بالاحتيال المالي، إضافة إلى إنجيليين أمريكيين معادين للإسلام أمثال قس فلوريدا تيريد جونز المعروف بإقدامه علنا على إحراق نسخ من المصحف الشريف. أما مصور الفيلم فهو ألان روبرتس 65 عاما المعروف بإخراج أفلام إباحية ومثيرة رخيصة التكلفة، وذلك بحسب موقع جوكر على الإنترنت، الذي أكد من خلاله ممثلو الفيلم أنهم خدعوا وكانوا يعتقدون أنهم يمثلون في فيلم خيالي عن مغامرة مثيرة، قبل أن يدركوا أن الحوار مغطى بدبلجة دعائية معادية للإسلام. كذلك يقف وراء الفيلم الذي أنتج عام 2011 رجل غامض باسم سام باسيل، وهو اسم مستعار لشخص قدم نفسه في وسائل الإعلام على أنه يهودي إسرائيلي أمريكي،
قال إنه صنع هذا الفيلم لمساعدة الدولة العبرية، معتبرا الإسلام بمثابة سرطان. وتعتقد الصحافة أن سام باسيل ما هو سوى نيكولا، إلا أن الغموض ما زال يحيط بالأسباب التي أدت إلى أن مقتطفات نشرت على موقع يوتيوب منذ أشهر تسببت فجأة بموجة من أعمال العنف المعادية للأمريكيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأقرت الولايات المتحدة بأن الفيلم يحظى بحماية الدستور الذي يمنع الملاحقات لتصريحات مهينة أو تشهيرية. هذا وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن معدي الفيلم هم من أتباع الكاهن القبطي زكريا بطرس المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، والذي سبق وسجن عدة مرات في مصر لمحاولته تنصير مسلمين، كما صدرت في حقه فتوى من تنظيم القاعدة تحدد جائزة مالية لمن يقتله قدرها 60 مليون دولار. يذكر أن الكنيسة القبطية دانت الفيلم المسيء للإسلام. لقاء خاص مع ميريام فارس التي شكلت حالة خاصة، تقرير للزميل شادي خليفي. ما في ما بلش المقابلة غير ما قال لي كل يوم أحلى من يوم. ميرسي، أنت لعيونك اليوم أحلى من يوم. ميريام، من جوا الإنسان أوقات بيقدر يشتغل على أشياء معينة كرمال تنعكس على شكله الخارجي. أوقات كتير بتلتقي بناس بيكونوا يمكن شكلهم الخارجي ما كتير حلو، بس لما بتحكي معهم بتعشقهم. معناتها الإنسان لما بيكون من جوا مرتاح وحلو بده يعكس لبرا. كيف بيكون من جوا مرتاح وحلو؟ تحديداً الحلو كيف بيشتغل على البارت إنه يضل حلو من جوا، وخصوصي بهيدا المجال يلي صعب من منافسة ومحاربة، كيف بيضل من جوا حلو؟ ماشي هين كتير، بدك ضلك متصالح مع حالك ومرتاح مع حالك، ضلك هيك معيش مرتاح. شفتي شفاف جينيفر لوبيز؟ حضرت الكليب. ايه، انت كليبك صورتي من عيوني سنة 2009 2008 كمان، عرض 2010. هو هيدول يلي فيه على الشفاف شوارفسكي بال 2012 لحطتهم جينيفر لوبيز. كيف بتفسري هذا الشيء؟ استبقت انت الموضه او هن يمكن في عندهم ناس بيتابعوا بيقلدوا، يعني ضمن اي خانه هي بتتصنف؟ هلا المتابعه بالنهايه كلنا عم نتابع كلنا، يعني ما بقى في هلا شيء اسمه عالم عربي شرقي وعالم غربي، صاير حتى الغرب بيطلع على الكلتشر تبعيتنا. وانا هيدي الكلمه قلتها من زمان، انه بكره رح يجي يوم ويصيروا الغرب يقلدونا بالكلتشر تبعيتنا، لانه هن صحيح عندهم الحضاره والتطور بس ما عندهم كلتشر، الكلتشر عندنا نحن. فبتحس بكليباتهم كلها عم يرجعوا للشراوي، للبرقع، للميك اب الاسود العريض، للهلوكات اللي جايه اساسا من عنا. فبالنسبة لجينيفر طلعة مثل القمر وكليبها كتير حلو. القصايد كلها باسمك تغني يا سبب لحني وأشعاري وفني، والمشاعر كلها صوبك حبيبي غازلة نركت معانيك وخذني. أنا إنسانة ماني مسيسة، أنا خلقت بعيلة ما عندي منا منتمية لحزب معين، نحن عايشين بهالمجتمع اللبناني العربي يلي انه بدنا سلام لاهل منطقتنا وبيئتنا وبلدنا، بس ما بهمنا انه هيدا طلع وهيدا نزل واليوم نكون مع هي ويوم مع هي، لا لا. طالما عم نحكي عن هوليوود وعن نجوم العالم، كمان فيلم سينمائي برايف، شو قصته؟ بريف شخصية حلوة كتير، يعني مهضومة كتير، بس رجعتنا بس نشوفها على البانويات أو بالتريلر أو شيء، بترجعنا لكاركتر ميريام أو الكاركتر الخارجي. الكاركتر الخارجي إيه، حتى هيك شرعوبة هي الشخصية مثلي. والله أول مرة بشوف شكلي على ديزني كيف بده يطلع وحبيته كتير. طب هو شو صاير؟ ما فهمت، يعني هي بالصدفة؟ إيه ما بعرف صراحة، ما بعرف، حتى حكيني المحامي يعني قال لي ميريام بعتقد لك حق يعني إنك تحكي بهذا الموضوع. قلت له أنا خلص إنه هلأ
انا مش انا الوحيده بالعالم اللي شعري كيرلي واورنج وعيون كبار يعني مش انا الوحيده. فممكن يكونوا مستوحين هذا الكاركتر من حي الله حدا بهالعالم. جيتني غنوة وانا جيت قصيدة يا مغارك في وداده ما شغلني والتقى حساس نادر في وجوده يا مصادف صدق ظنك حسن طني. جيتني غنوة. كان في النشرة خطف المواطن يوسف بشارة. غارة سورية في جرود عرسال. الغضب يتصاعد ضد الإساءة للرسول. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.